الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله تعالى، إذن أعلنت بداية وانطلاقة أول الأشواط الرئيسية، أول الانطلاقات المسائية لفئة القعدان الإجذاع، والمسافة هي 5 كيلومترات. ببركته وباسمه نتوكل، طلب النجاح والتوفيق والسداد يا رب العالمين على أرضية ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة في أغلى وأعتى وأقوى وأكبر وأروع المهرجانات الخليجية، مهرجان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأطال الله في عمره يا رب العالمين. نبدأ وإياكم بإثارة ومتعة جديدة بحلقة وبداية متميزة، ينطلق في هذه اللحظات هذه الأسماء وهذه الشعارات. بداية وإياكم نسير وإلى الانطلاقة الأولى لكي نتابع وإياكم انطلاقة الآن زعفران بشعار سهيل الرملي بن محمد العامري على البداية وعلى الانطلاق الأول، النقلة والدور إلى المستوى الثاني لكي نتابع انطلاقة الذيب، يأتي على المستوى الثاني بشعار محمد بن سعد بن محمد آل جفران المري على ثاني المراكز، النقلة والدور إلى ثالث المراكز. نتابع نحن وإياكم عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الحي والمباشر انطلاقة الفارس ووصول من قبل حمد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، يصل على المستوى الثالث، النقلة إلى رابع المراكز. أرى التقدم من قبل شاهين بشعار علي بن عبد الله بن علي آل فهيد، يتقدم المري على المستوى الرابع بينما خامس المراكز. وصول الآن من قبل هتاش، وصل بشعار الفعال سلمان بن عبيد بن سلمان آل تميم الدوسري على المستوى الخامس. هذه هي النتيجة وهذه هي الأسماء الحاضرة والمتواصلة المقدمة لنا هذه النوعيات المتواجدة بهذه البصمات والمقدمة لنا أروع الأشكال. نعود وإياكم إذن إلى البداية الأولى وإلى الانطلاق الأول، هنالك إلى أبناء الإمارات العربية المتحدة وإلى الأشقاء من ينطلقون، ولكن حصل تغيير من قبل الذيب، غير الآن إلى البداية بشعار محمد بن سعد بن محمد آل جفران المري على البداية، ينطلق ويقدم لنا الذيب على المستوى الأول. النقلة نقلة المركز الثاني، وعندك يا أبو الرملي من يقدم لنا انطلاقة زعفران، وصل بشعار سهيل بن رملي بن محمد العامري، شعار مرور القادم والمتواجد على المستوى الثاني. ثالثا وصول الآن من قبل الفارس، وصل في هذه الأثناء بشعار حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان ومن طول الغيبات جاب الغنايم يا راعي مسلي، وصل على المستوى الثالث بينما النقلة والدور عند رابع المراكز. وصول الآن من قبل شاهين علي بن عبد الله بن علي آل فهيد القادم على المستوى الرابع المقدم لنا هذا البطل على رابع المراكز، بينما خامس المراكز ومن الجانب الأيمن أرى تقدم ملحوظ من قبل هذا الشعار، وصل الآن وتقدم، تقدم شاهين ومرضي بن خلف براضي الشمري، أبناء ميدان المحنى يتواجدون على المستوى الخامس ويتقدمون بهذا المركز المتميز على المستوى الخامس. هذه هي النتيجة،
هذه هي الأسماء، ولكن نعود تدريجيا من المركز الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى الثاني حتى المركز الأول. الدور عند خامس المراكز، وأرى انطلاقة الشمالي حضر في هذه اللحظات بشعار حاسن بن سعد بن حسن، يتقدم القرشي على المستوى الخامس، النقلة على رابع المراكز، وصول الآن من قبل الفارس بشعار حمد بن محمد بن فهيد أرزق العجمي، بينما المستوى الثالث حضور الآن من قبل شاهين ومرضي بن خلف بن راضي، يتقدم الشمري على المستوى الثالث، بينما المستوى الثاني الذيب هنالك بشعار محمد بن سعد بن محمد الجفران المري، بينما المستوى الأول هنالك بالرملي على البداية، بالرملي على المستوى الأول وفي المكان العالية وفي المقام الرفيع ينطلق لان ويقدم لنا زعفران. زعفران إذا مشاهدين الأعزاء على المستوى الأول يقدم لنا هذه الانطلاقة على البداية الأولى، وهل العين دار الزين يطالبونك بالسلامات، ولكن النقلة عند المستوى الثاني لك يرى شاهين بشعار مرضي بن خلف بن راضي الشمري على المستوى الثاني. ثالثا وصل الآن، وصل الشمالي بشعار حاسن بن سعد بن حاسن القرشي وممثلها للطائف، الآن يطالبونك بالسلام يطالبونك بالإبداع هنا في هذا المشهد الأخير وفي الاتزان الصحيح، وبدت الأسماء بالإقلاع، بدت الشعارات، بدت الشعارات في هذه الانطلاقة. الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، بالرملي على البداية وعلى الانطلاق. الأول يقدم لنا زعفران على البداية الأولى وعلى الانطلاق الأول، بينما المستوى الثاني وصل الآن الشمالي بشعار حاسن بن سعد بن حسن القرشي على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز حضر الآن شاهين بشعار مرضي بن خلف بن راضي بن ثنيان الشمري على المستوى الثالث. ولكن 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 طارت القحدان، طارت طارت القحدان، طارت طارت الشعارات، طارت. الله يا سلام، الله على هذه المعركة، الله على هذا الإبداع، الله على هذه الشعارات. ولكن الشمالي، الشمالي وزعفران، زعفران والشمالي، واللحظات الأخيرة الأمتار النهائية، ولكن بالرملي 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 يقدم لنا هذه الانطلاقة، يأتي لنا بهذه النوعيات، يتميز بهذه الانطلاقات. سلام من الله عليكم على هذا الأداء المتميز والجميل. سلام يا الوقن، سلام سلام يا مصانع الجنوب، واسعد الله مساكم، مسا الخير يا سالم، مسا الخير على هذا الأداء المتميز والجميل. أول الأشواط الرئيسية تغادر مع هذا البطل المتميز. ثاني المراكز كان الحضور من قبل الشمالي حسن أو حاسن بن سعد بن حسن القرشي، بينما ثالث المراكز كان الحضور من قبل مرضي بن خلف بن راضي اثنيان الشمري مع انطلاقة شاهين، بينما رابع المراكز، رابعا متابعينا الأعزاء مشاهدينا الأفاضل، تابعنا وإياكم وشاهدنا هذه الشعارات الحاضرة. رابعا كان الوصول من قبل هتاج سلمان بن عبيد بن سلمان آل تميم، بينما المستوى الخامس كان الحضور من قبل الحاكم، وصل بشعار فهيد بن الناحي بن نهار العجمي. نتابع وياكم ونشاهد هذه الانطلاقة. التوقيت الزمني توقيت زعفران سهيل بن رملي بن محمد العامري 8 دقائق 13 ثانية 84 جزء من الثانية، بينما ثاني المراكز كان الوصول من قبل الشمالي 8 دقائق 17 ثانية
20 جزء من الثانية. سعد الله مساك على هذا الفوز المتميز. حاسم بن سعد بن حسن القرشي ثالثا كان الحضور والتواجد من قبل شاهين بشعار وتواصل سلمان بن عبيد أو مرضي بن خلف بن راضي اثنيان الشمبي. 8 دقائق 22 ثانية 40 جزء من الثانية. تابعنا وإياكم وشاهدنا واستمتعنا بهذا الحضور الجميل والمشرف. تابعنا وإياكم هذه العروض الجميلة. وكان الزعفران هو البطل بشعر سهيل بالرملي بن محمد العامري. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التواصل مستمر والانطلاقات متواصلة. شوط قادم بصوت الزميل علي بن فالح البلوي. صيحه عوادي لبيها يوم البلد صفيت بشهيبه يوم البلد ابو فهد يا علته بطيبه ونعيد صايلنا لراضيها حنا للركب ومعازيبه وسومنا.